ما زلنا مستمرين في نعيد على الناس، نقول لهم كل سنه وانتم طيبين، عيد فصح مجيد، اقعدوا في البيت وعيشوا الحياه، واهو البيض معانا والدنيا معانا بس في البيت. مؤسسه نبض الحياه كانها يعني مؤسسه جت في الوقت اللي احنا محتاجاه بالظبط. اكتر حد ممكن يحس بالالم هو اللي مش عارف يشرب ميه. الحقيقة مؤسسة نبض الحياة مع الدور الإنساني والخير العظيم اللي هي بتقوم بيه بتوصل المية للقرى الفقيرة والمعدمة، للمناطق اللي هي عشوائية ومش عارفين حتى يعني المؤسسات الرسمية مش عارفة توصل لها الإمدادات، على الحدود في آخر الدنيا. نبشوا القرى دي، طلعوا المآسي دي. ما زلنا مع الأستاذ اللي منورنا إسلام أمين، مدير مؤسسة نبض الحياة، علشان نتعرف منه ايه التفاصيل الجديدة، ايه المشروعات الجديدة اللي كلها بتدور حوالين توفير المية النظيفة للأماكن المحرومة منها. منورنا جدا نبض الحياة. انت يعني اون تايم، انت احنا مقبلين ان شاء الله على ايام حلوة ورائعة وصيام في رمضان. المية هي العنصر الاساسي، ايه الجديد بقى؟ دايما بنقول المية هي الحياة، وخلينا نقول ان الجديد في الميه هو مش جديد، ده متجدد. احتياج الميه ده موجود عند الناس من اول ما اتخلقوا وهم بيحتاجوا للميه. عمرنا سمعنا عن حد ممكن يعيش من غير ميه، وبالتالي هو احتياج جديد. لكن المشاريع متجدده، دايما نعمل مشاريع نوصل بيها ميه للناس. امبارح كنا بنتكلم مع بعض عن حفر الابار، نوع ثاني من مشاريع توفير الميه. النهارده حابين نذكر يعني الاحباب اللي بيتابعونا، اللي امبارح قالوا لنا 25000 تمن البير ده كتير قوي، يعني على ناس عشان يحفر بير 25000 صعب. طب النهارده انا جايب هديه حلوه، احنا ممكن نعمل ايه؟ ايه بقى؟ ب 3000 جنيه احنا ممكن نعمل حاجه بقى. 3000 تعمل حاجه الايام دي؟ بتعمل صعب. ممكن ادي مصروف لابني 3000، ممكن اجدد موبايل، مش للدرجه ممكن دي، اعمل كذا، بس يعني ممكن اشتري حاجه. 1000 و2000 و3000 دايما دي ارقام يعمل صغيره حاجة. يعمل حاجة ويعمل حاجه كبيره جدا كمان، اللي هي وصله ميه للبيت. احنا بنسميها اسم تاني، بنسميها شريان الحياه. هيمد الحياه للبيت ب 3000 جنيه. حد هيقول لي هو تكلفته فعلا 3000؟ المواسير والعداد والوصلات والحنفيه تكلفتها 3000؟ بالتاكيد لا، تكلفتها 7000 جنيه. لكن المؤسسه غير هادفه للربح، وتعاقدنا مع شركه الميه وعملوا لنا تخفيض 60% من السبعه، ندفع بس 3. علشان كده انت بتحدد رقم 3. صحيح. يبقى اولا انا افترض نفسي اني انا في اخر السلوم، انا على الحدود الليبيه المصريه ومش عارفه اوصل لك، اعمل ايه؟ اول حاجه اروح عامله على التليفون الرقم ده اطلبك، اقول لك انا ما عنديش ميه، تبتدي الاجراءات ازاي؟ 1 2 3 قول لي. اول حاجه انا ما عنديش ميه، فبنبدا نسال انت بيتك موجود في منطقه فيها شبكات ميه؟ والله انا عندي شبكه ميه لكن مش قادر اربط نفسي على الشبكه، ادفع الاشتراك واعمل المواسير. ينزل بقى باحث من عندنا موجودين في كل محافظه، يعملوا بحث عن البيوت، هل فعلا هي يعني تستحق التبرع ده؟ هو في النهايه تبرع وصدقه وخير، اللي بيدينا يعني التبرع ده بيدينا امانه، وبتبقى تقيله جدا علينا لحد ما نوصلها للبيت اللي محتاجه. نبحث ونشوف هل البيت ده فعلا محتاج، ولا هو بيدور على اي سكه توفر له وصله ميه يعني مجانا؟ لا ده فعلا طلعت ست ارمله بتربي اطفال وهي دخلها من معاش، او راجل كبير مسن او كذا او كذا، نروح لشركه الميه نقول لها البيت ده يستحق توصيل وصله الميه في خلال بروتوكول التعاون اللي معانا. استاذ اسلام امين، انا هعمل معاك كشف حساب بس بعد ما نتفرج على الفيديو. استغاثة جات لنا من مكان بعيد قوي في قلب الواحات البحرية، واستجابت حملة سقيا الماء من مؤسسة نبض الحياة، وتوجهت للأهالي علشان تنقل لكم الصورة من قلب الواقع. النهاردة موجود معاكم في القرية الغربية في الحيز تبع الواحات البحرية، مكان بعيد داخل الصحراء، قرية نائية ما فيهاش مية. يا ترى هنقدر نساعدهم زي ما ساعدنا كرة كتير؟ قطرة الماء حياة لكل الناس. الله تبارك وتعالى يقول وجعلنا من الماء كل شيء، كل شيء حي، الأنعام والبهائم والإنسان وغيره، كل هؤلاء بيحتاجوا إلى الماء. النهاردة معاكم علشان أهالي القرية تقول لحضراتكم إحنا محتاجين نشرب، محتاجين مية، محتاجين مساهمتكم معانا صدقة جارية نشرب. قول لنا كده إيه مشكلة المية عندك هنا؟
بعيد عننا خلاص، بنجيب الجراكن مع البعد 300 متر، بنشيل على كتفنا، عيالنا صغيرين كلهم بيشيلوا، وانا عن نفسي عندي والدتي في البيت كبيره، انا قبل ما اطلع الصبح قبل ما اتحرك لازم املا لها خمس ست جراكن عشان تقدر تقضي بقى اليوم، طبعا الاهالي اللي هم قدروا يعملوه ان هم جمعوا من بعض وعملوا وصلوا بوصه على حسابهم، وبرضه البوصه دي مش موصله للبيوت، كل شويه قطعوا كل شويه مش عارف ايه. احنا والله بنعاني كتير، وزي ما انت شفت الخرطوم ده، وبعد كده في الميه ما بتجيش هنا عشان كل واحد بيبقى مفتح، فبنضطر نجيب عربيه ونملى عليها الخزان. القصه دي كلها ان الناس تساهم معانا، واحنا يعملوا لنا خط 4 بوصه بطول 300 متر، يبقى كده اكفت البيوت على اليمين وعلى الشمال كلها، وفي الحاله دي كله موضوع الميه هينتهي كله ان شاء الله باذن الله. مش محتاجين اكتر من خط رئيسي طوله 300 متر. كنا بنعمل خطوط 600 متر، خطوط 1000 متر، النهارده الخط صغير، خط طوله 300 متر يقدر حد يتبرع بالخط بالكامل. جئنا لكي نتكلم على لسان هؤلاء ونقول ان هؤلاء بحاجة الى دعمكم، وبحاجة الى صدقاتكم، وبحاجة الى ان يكون المسلم اخو المسلم، وان يكون حريص عليه، وان يواد المسلم حتى ولو كان في اخر البلاد. الامر ان احنا امة واحدة، لابد ان احنا نتكافل، لابد ان احنا نتراحم. والله احنا بقالنا يجي 10 سنين واحنا في القصة دي، يعني 10 سنين واحنا بنعاني بنفس القصة دي، يعني 10 سنين واحنا بنعاني بنفس القصة دي. بنجيب مياه تبعد 300 متر، يعني انتم شايفين الوضع بنفسك. طب ممكن حد بيشوفنا يقول لك طب انت بقالك 10 سنين ما وصلتش انت الخط ليه؟ ما اوصل منين؟ وانا ادفع قد ايه عشان اوصل خط؟ ادفع 50,000 جنيه؟ ادفع 50,000 جنيه؟ ادفع 50,000 جنيه؟ المياه وهي جايه من الخطوط، لو شفت المياه بدايتها وهي طالعه من الخط من الاول بعيون كل يوم ما عليك، لو شفت المياه بدايتها وهي طالعه من الخط من الاول بعيون كل يوم ما عليك. يعني مليش ما تشربش اصلا، حتى ممكن لو مغزى البهايم ما تشربهاش. الناس هنا بتناشدكم، بتناشد حضراتكم، خط رئيسي للمياه طوله 300 متر. الخط ممكن يتكفل بيه واحد، يتكفل بيه اثنين، نشترك فيه مع بعض ونضرب باسهم سقيا الماء في اسرع وقت. عاوزين القريه دي تشرب ميه. عايز تكفر عن السيئات عليك بسقيا الماء. عايز ان انت تحسن الخاتمه وتقدم الى الله عملا صالحا تختم به حياتك، عليك بسقيا الماء. عايز ربنا سبحانه وتعالى يشكر لك زي ما شكر للرجل الذي سقى كلب حيوان، شكر الله له وغفر الله له. عايز ربنا سبحانه وتعالى يشكر لك صنيعك ويذكر اسمك في السماء، عليك بسقيا الماء. عارف كل ما بستضيفك ببقى عايز اشرب ميه. ده كويس، احنا لسه الفقره اللي قبلي كنا بنتكلم عن ان الميه دي صحه ولازم نستشرب. الدكتوره دعاء هي عايشين على الميه بالنسبه للرجيم الرائع اللي بتقدمه. معلش كنا قايلين انه هنعمل كشف حساب. صحيح، انا جاهز. حققته ساعدته كم حاله خلال مشوارك؟ خلينا اقول كشف الحساب ده يبقى من الطرفين، من نبض الحياه ومن الناس الجمهور الكبير اللي بيتابعنا. انا برضو بعمل للجمهور كشف حساب، بقول له كل قريه عرضناها الحمد لله النهارده وضعها اختلف تماما، ما بقاش في قريه اتعرضت هنا في حلقه او في برنامج تاني الا وانها الحمد لله توصلت. خلونا نقول بس على مدار 2020، احنا النهارده في شهر ابريل، يعني بنتكلم 4 شهور، 1000 وصلت ميه. 1000 وصلت ميه. الوصله ما بين اللي انا فهمته 4 بوصه عايز 30 متر يتكلف كام؟ ال1000 وصله اللي هي الوصله المنزليه ام 3000. اما اللي شفناه في التقرير ده حاجه تانية اسمها الخطوط الرئيسيه. ايوه، اللي احنا بنوصل بعد كده منها الشبكه الفرعيه. تمام. الوصله الرئيسيه دي بيكون قطرها 4 بوصه، يعني ماسوره كبيره بتجيب الميه من المنبع الرئيسي بتاعها توزعه على الشوارع. الخط ده احنا بنتكلم في تكلفه 30,000 جنيه. بس ده هيخدم بس دي تسقي قريه. قريه كامله ب 30,000 جنيه، هنا بقى مش بنتكلم عن اسره ولا 5 افراد ولا 10 افراد. اسمها ايه القريه؟ عيد تاني للناس. دي في الواحات البحريه. ايوه. قريه منديشه في الواحات البحريه. منديشة؟ تبعد تبعد عن الجيزه او عن القاهره حوالي 700 كيلو. هي تبع محافظه الجيزه ولكنها تبعد جدا عن الجيزه، اخر قريه من قرى الجيزه على بعد 600 كيلو، الناس هناك بتقول احنا مش حاسين ان احنا معاكم، حاسين ان احنا منسيين. لان هم بعيد ومحدش حاسس بيهم، لكن احنا رحنا لهم. انا عايز اقول لحضرتك لما رحنا للناس دي اكرمونا بشكل يعني مش عارف اوصفه ازاي. هم هناك زراعتهم الرئيسيه التمر،
كل البيوت خرجت لنا تمر وقالت لنا اتفضلوا معانا، احنا لازم نكرمكم انتوا في بلدنا. طب يا جماعه ده انتوا يعني ناس بسيطه، ناس حالها متواضع. قالوا لا انتوا طالما جيتوا لنا حتى مش عاوزين منكم ميه ولا عاوزين حاجه، انتوا طبطبتوا علينا لما تجيلي من القاهره 600 كيلو لحد الواحات علشان تقول لي طلبك ايه؟ الله، انت عايز ايه؟ الله عليك. والله لو محدش وصل حاجه احنا راضيين ومبسوطين. نظره الرضا دي بقى احنا بندور عليها. انا عاوز اروح للناس دي في اقرب وقت. طب ادخل لهم مع اول رمضان، نفسي اخش عليهم وافطر معاهم يوم في رمضان بالتمر بتاعهم والميه بتاعت اهل الخير من نبض الحياه. على فكره واحنا هنبعت الكاميرات بتاعتنا في مسا الورد طبعا. عايزين نشوف فعلا ان شاء الله الفلوس اللي هتدفع عشان تيجي الميه للقريه دي وتجيب معاك تمر. انا بحب التمر. صحيح، تمر الواحات مختلف تماما. اذا سمحت تجيب لنا شويه تمر. واعتقد كمان الاجر اللي هناخده في اهل الواحات اللي عايشين بعيد هيكون ان شاء الله كبير جدا. جميل جدا. طريقه الوصول ليك سهله؟ يعني انت حاسس انه الابروتش التواصل بينك وبين اللي محتاج لك يعمل ايه؟ انت عارف احنا شعوب ما بتقراش، احنا شعوب بنسمع. بتسمع وبتشوف اكتر. وبتشوف، برافو عليك. يعني بعد ما طلعت معايا مثلا فرقت يعني بصراحه كده. احنا بنستقبل نوعين من الاتصالات. النوع الاول الناس اللي محتاجه، اللي بتقول احنا عاوزين وصله ميه، احنا عاوزين حفر بير، احنا عاوزين مساعده بشكل معين، ده بنستقبله ونوجهه على فريق الباحثين بتاعنا. النوع الثاني بقى اهل الخير، احبابنا اللي هم دايما يتصلوا بينا ويقولوا احنا شفنا النهارده 50 وصله في محافظه المنيا، خلاص انا حجزتهم، انا هعمل 50 وصله دول، انا هعمل 20، انا هعمل كذا. زي ما حضرتك قلت الناس بتحب تشوف. لما طلعنا هنا في البرنامج الموضوع فرق معانا. فرق في ايه؟ ان الناس حست انها عايشه معانا، احنا طالعين على الهواء مكتوب على الشاشه دلوقتي مباشر وبنقول للناس. هو ده الكلام مباشر حالا. الناس عاوزه تشوف. تعالى يا استاذ اسلام نشوف دلوقتي مع بعض. يلا الناس احنا صورنا، يلا نشوف. دايما بتأمنونا أمانات وتقولوا لنا وصلة المية دي وصلها لي في بيت حد يكون فعلا محتاجها ومش قادر يوصلها علشان تبقى صدقة جارية ليا ولأحبابي والناس تشرب منها مدى الحياة. تبرعات أهل الخير ومساعدتهم على قد ما هي بتلبي حاجات الناس الغلابة والمحتاجين، لكنها في أحيان كتير بتنقذ حالات معدمة تحت خط الفقر زي الحالة اللي بنشوفها النهاردة مع حضراتكم. أنا واقف النهاردة في بيت عم رضا هنا في مركز صم الله محافظة المنيا، وهو ما شاء الله يعني اسم على مسمى. عم رضا عنده أسرة، ثلاث أبناء وزوجته وهو، وعايشين في البيت البسيط اللي احنا فيه ده. أولادك كلهم بيباتوا معاك في الأوضة دي؟ كلنا بنبات في أوضة واحدة. يعني عندي حمزة عنده 8 سنين في السنة الثانية ابتدائي، وعند عبد الله عنده 6 سنين بس هو ما دخلش المدرسة السنة دي لأنه مولود في شهر 12، وعندي البنت الصغيرة دي عندها 4 سنين ونص، وعندي الزوجة، وانا وضعي كعلاج يعني لو على الدخل الشهري اللي هو بيدخله مش هيكفي علاج. والله هي 440 اللي بنقبضها من كرامه وتكافل، وان كانوا شويه الحلويات دول جايبينهم نجابوا 3 جنيه نجابوا 4 جنيه نجيب منهم ممكن لاشات، وال 440 نجيب منهم مره لحم مره ناكل كده مره ناكل كده، يعني بنمشي الشهر. فانا لو هشتري ب 300 جنيه علاج مفيش اكل وشرب. مفيش اكل وشرب. كلنا والله العظيم معرضين لده، كلنا معرضين ان حياتك تنقلب راسا على عقب، بس هنا زي ما قلنا هو ابتلاء من الله عز وجل. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. نقص من الاموال، نقص من الانفس، نقص من الثمرات، يعني من الطعام ومن الشراب ومن المعيشة، عشان ربنا عز وجل يختبرنا. اختبر وصبر على قدر الله عز وجل. أكيد ممكن أوفر أكلة وأدفع ثمن المية، بس كده كده حنفيتي جوا بيتي أحسن ما إني أدب على جار وأقول لي محتاج سطل مية أشرب، محتاج أستحمى، محتاج أغسل جلبية، محتاج أعمل أي حاجة بالمية. المية دي شيء أساسي في الحياة. احنا كانت الظروف يعني لما كانت المية مش موجودة احنا كنا ممكن نعبي من الترمبات بتاع الزمن دي وكنا نجيب، لان انا يوم ما اخد جزازة واخش على واحد جاري بيحسسني بتجالة او بجميلة ان هو عملها فيا. جد لما تجيله يعني فاتورة او بتاع كهرباء فبيحس ان انا واخد نصها، حتى لو مني مش قادر ادفع نصها هو بيحسسني ان انا واخد نصها. اسمه رضا، وهو عنده شعور كبير قوي بالرضا، بس كل اللي بيشوفنا دلوقتي انا متاكد انه من جواه مش راضي،
محدش فينا يرضى ان يكون اخوه هنا عايش بالوضع ده. علشان يبقى عندك رضا اتصل دلوقتي وتصدق دلوقتي، عشان يبقى عندك رضا اتصل دلوقتي وتبرع دلوقتي، عشان يبقى عندك رضا ابعت دلوقتي في مكتب البريد. الحقيقة الحالات الإنسانية موجعة. هل ممكن أنه نعتبر أنه وصلة المية دي هي جزء من الزكاة فعلا؟ صحيح، هو سؤال حضرتك ده في مكانه تعليقا على الحالات دي. احنا ليه عرضنا حالة ودخلنا جوه البيت وعشنا كده يوم معاها؟ علشان نقول لأهل الخير اللي بيشوفونا اتبرع بزكاة مالك في وصلات المية للبيوت. الحالات فقيرة والفقراء مصرف رئيسي من مصارف الزكاة، خرج لهم زكاة مالك وإن شاء الله تكون مقبولة. خرج لهم زكاة مالك في وصلة مية تكلفتها 3000 جنيه هتغنيه عن إن هو يسأل الجيران المية، هتغنيه عن إن هو الراجل بيقول في التقرير أنا ممكن أوفر الأكل علشان أجيب لأولادي المية. كلمة صعبة جدا. عاوز تغني الفقراء عليك مصك الماء، عاوز تساعدهم وصل لهم مية. خصوصا احنا على ابواب رمضان، يعني احنا صحيح. على ابواب الشهر الكريم ده المية هو الاساس بالنسبة صحيح. لنا المية بالنسبة لنا اهم شيء، واحنا من هنا بنوجه رسالة بنقول عندنا اسر كثيرة جدا في كشف الحساب اللي بنعمله لسه منتظر اهل الخير يتبرعوا بصدقاتهم بزكاتهم بفضل مالهم للناس دي. واحنا شايفين النتيجة لانه في كل مرة بننزل القرية وبنفسنا فرق بنسمع بيحصل. الفرق بالزبط. وعايزين نشوف الفرق ان شاء الله بالوصلات شاء الله. الجديدة اللي هتيجي للجمعية، جمعية نبض الحياة، هي فعلا شريان الحياة طبعا. وهذه المؤسسة الحقيقة يعني انا عايز احييك عليها لانه ده وقتها احنا محتاجينها بشدة، وان شاء الله كلنا نلاقي سقي الماء دي ان شاء الله. هي التحيه لاهل الخير اللي بيدعمونا الحقيقه، اللي بيخلونا نخلص قريه نروح للقريه الثانيه. عمرنا ما قلنا الحمد لله احنا وصلنا لهدفنا، دايما بنقول احنا مكملين بالناس اللي واقفين معانا. انا سعيده جدا اني استضفتك استاذ اسلام، وان شاء الله الى لقاء تاني ونشوف كشف حساب وسقي الماء ونبض الحياه. كان معانا مدير مؤسسه نبض الحياه استاذ اسلام امين، نورني وشرفني. شكرا ليك، كل عام وانتم بخير. كل سنه وانتم طيبين.